بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في درس التماثل الدوراني. يكون للشكل الثنائي الأبعاد تماثل دوراني إذا كانت صورته أو صورته الناتجة عن دوران بين الصفر و360 حول مركزه هي الشكل نفسه، ويسمى مركز الدوران في هذه الحالة مركز التماثل. الشكل الآتي له تماثل دوراني: المربع. المربع له تماثل دوراني لأن الدوران بكل من الزوايا 90 و180 و270 وأيضا في زاوية 360 ينتج عنه الشكل نفسه، أو يطبق الشكل على نفسه، أو يحول الشكل إلى نفسه. يطلق على عدد المرات التي تنطبق فيها صورة الشكل على نفسه في أثناء الدوران من 0 إلى 360 اسم رتبة التماثل. يبقى رتبة التماثل هي عدد المرات التي تنطبق فيها صورة الشكل على الشكل نفسه في أثناء دورانه من 0 إلى 360 عدد المرات. أما مقدار التماثل هو قياس أصغر زاوية يدورها الشكل حتى ينطبق على نفسه، ويرتبط مقدار التماثل ورتبته بالعلاقة. مقدار التماثل يساوي ناتج قسمة 360 على رتبة التماثل. فالشكل السابق المربع، رتبة التماثل هنا 4 لأنه عند دورانه عدد مرات دورانه حول مركزه وبزاوية 90 و180 و270 ثم 360 يطبق الشكل على نفسه، أو ينتج عنه الشكل نفسه، أو يحول الشكل الدوران يحول الشكل إلى نفسه. وبالتالي رتبة الدوران هنا عندنا، رتبة التماثل عندنا هنا 4. أما مقدار التماثل هو أصغر زاوية، 360 قسمة 4 يساوي 90. تعيين التماثل الدوراني: بين إذا كان للشكل تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك فعين مركز التماثل وحدد رتبته ومقداره في كل ما يأتي. الشكل السداسي: الشكل السداسي يوجد له تماثل دوراني رتبته، رتبة التماثل الدوراني عندنا هنا 6، حيث أنه عندما يدور حول مركزه لو نقطة تقاطع أقطاره، نعين المركز على القطر الأول، القطر الثاني، هذا القطر، هنا مركز الدوران، وهذه الزاوية 60، الزاوية دي كده 60، لأنه ينقسم إلى 6 مثلثات. الشكل السداسي ينقسم إلى 6 مثلثات متطابقة الأضلاع، قياس كل زاوية 60 درجة. فالدوران بزاوية 60 حول مركزه عكس عقارب الساعة يطبق الشكل على نفسه، أو يحول الشكل إلى نفسه. يبقى دلوقتي رتبة التماثل هنا في الشكل السداسي 6، مقدار التماثل نقول 360 على 6 أو قسمة 6 يساوي 60. هذا هو مقدار التماثل. يبقى احنا دلوقتي الشكل السداسي أيضا نعم له تماثل دوراني رتبته بتساوي 6، مقدار التماثل الدوراني 360 على 6 يساوي 60. أما المثلث القائم الزاوية لا يوجد له تماثل دوراني، لا يوجد. تمام. الشكل الذي أمامنا يوجد له تماثل دوراني 2، رتبته 2. لو جينا وصلنا القطر الأول كده وجينا وصلنا القطر الثاني كده، هذا مركز الدوران، والدوران هنا ب 180 يحول الشكل إلى نفسه. يبقى هنا رتبة التماثل عندنا هنا رتبة التماثل 2، مقدار التماثل 360 قسمة 2
يساوي 180. يبقى هذا الشكل الذي أمامنا رقم سي يوجد له تماثل دوراني، رتبة التماثل الدوراني 2، مقدار التماثل الدوراني 360 قسمة 2 يساوي 180. نحل تحقق من فهمك مع بعض. بين ما إذا كان يبدو للزهرة تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك فعين مركز التماثل وحدد رتبته ومقداره في كل ما يأتي. اتنين إيه؟ هل الزهرة الصفراء تماثل دوراني؟ نعم، يوجد لها تماثل دوراني. رتبته هنشوف ده رتبته 4. نحل مع بعض. بين ما إذا كان يبدو للزهرة تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك فعين مركز التماثل وحدد رتبته ومقداره في كل مما يأتي. نشوف مع بعض. رقم 1، الزهرة، هل لهذه الزهرة تماثل دوراني؟ نعم، لهذه الزهرة تماثل دوراني. تمام. رتبة التماثل الدوراني 5. نرسم محاور التماثل الدوراني. هنا هذا المحور الأول، هذا المحور الثاني، هذا المحور الثالث، هذا المحور الرابع، وهنا المركز، هذا الخامس، هذا المركز. رتبة التماثل 5، مقدار التماثل الدوراني 360 على 5 يساوي 72. يبقى الدوران بزاوية 72 حول المركز يحول الشكل إلى نفسه. هذه الزهرة لها تماثل دوراني، رتبة التماثل الدوراني 8. هذا واحد، هذا محور التماثل الثاني، هذا الثالث، الرابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، وهنا المركز التماثل. رتبة التماثل الدوراني هنا 8، مقدار التماثل الدوراني 360 قسمة 8 يساوي 45. وبكده انتهينا من درس التماثل الدوراني، ولأن نلتقي في حصة قادمة لكم مني تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.